السلام عليكم اخواتي ورحمه الله. اليوم ان شاء الله الفيديو اللي غادي نشارك معكم هو كيفاش غادي نحضر هذا الطيفور. غادي نصايبو بوحدي اللي غادي نقاد فيه التمر كيف ما كيبان لكم بطريقه سهله ومبسطه، وكيجي جد رائع. وغادي نصاوبو هذا الطيفور هذا بالمناسبه ديال الفطور ديال العروسه اللي غادي نشاركو معكم ان شاء الله كيفاش دوزنا النهار. كنحتاج في هذا الطيفور هذا الفرشي هكا اللي كيكون مقطع بهذا الشكل هذا، اولا لا ما كانش مقطع تقطعوه ريوسكم هكا على شكل طبقات. وكنحتاج واحد البابيكادو كيف ما كيبان لكم، وكنستعن بالسكوتش، وعندي كنستعن عاود بالسينتا اللي غادي نزين بها. يعني هادو هما المواد اللي غادي نحتاج في هذا الطيفور هذا. غادي نبدا نغلف دابا في هاد الفرشي هذا، غادا نعبر هكا بهذه الطريقه، وغادا نقطع باش يبقى ليا حتى الاخرى الصغيره، لان هذا هو القياس اللي عندي كيف ما كتشوفوا. غادا نقطع دابا بهذا الشكل هكا، وغادا ندوز. يعني الطريقه راها سهله ومبسطه كيف ما كتشوفوا. حنايا دابا في هاد الظروف اللي كنمروا فيها، وتا شي حاجه ما عندنا متوفره، وحتى بالنسبه حنا في الغربه، حنا كيف ما كتعرفوا في ايطاليا يعني هادشي ما كنلقاوهش. مهم كنقضيو بداك الشيء اللي عندنا كنصايبو به، كلشي كنصايبو بيدينا. صافي دابا كنجمع بهاد الطريقه هذه، كنحاول نجمع مزيان، وغادي نشدو بالسكوتش صافي، وندوزو للطبقه الثالثه حتى هي بهاد الطريقه هذه. والتزيين غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نزينو. الطريقه راها سهله، المهم حنا قضينا وصافي. هذا هو اللي كاين. نتمنى تعجبكم هذه الفكره والطريقه باش صايبتو، وغادي ان شاء الله نشارك معكم النهار كيفاش دوزناه، كيفاش من اللي بدينا غادي نوريكم الطبيعه كيفاش كاينه دابا حاليا في ايطاليا. تبارك الله ما شاء الله، بحال رحنا في فصل الربيع، الدنيا خضراء والطبيعه رائعه. وغادي نشارك معكم الفطور اللي دينا كيف ما كتشوفوا هنايا. غادي نستعن بواحد العود ديال الشوا، هو باش غادي نشد هاد ثلاثه الطبقات بهذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. وعاد غادي ندوز للتزيين ديالو بالسينتا. دابا حاليا كملت هكا، ومن بعد صايبت هكا السينتا بهذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. وغيكونوا عندي واحد الطريفات هكا ديال السينتا بقوليه. غادي نستعن بالبراء والخيط، وغادي نستمر هكايا، غادي نجمعهم ونديرهم على شكل ورده، وغادي نحطهم في الوسط باش نخبي داك العيب ديال هذاك العود ديال الشوا كيف ما كتشوفوا. عندي الاولى انا صايبتها، وكنصايب الثانيه ها هي حتى هي كتجمعي مزيان، وكتجمعي بالبراء. وغادي تحط حطيت وحده فوق وحده بهذا الشكل هكا، وغادي نجمعهم حتى هما بالبرا هكايا مزيان باش غادي نزين بهم الوسط ديال الطيفور. وغادي ندوز ان شاء الله باش نحضر معكم التمر حتى هو كيفاش غادي نحضره. كيف ما كيبان لكم في الوسط ديال الوريضه غادي نلصق فيها واحد هكايا واحد العقيقه كيف ما كيبان لكم بهذا الشكل هكا. يعني هي الطريقه سهله كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نحطه في الوسط، غنزكيها بالكولا، وغادي ندوز باش غادي نحضر التمر حتى هو ينشاركو معكم كيف ما كتشوفوا. الطيفور ديالنا جد رائع. هنا كنحتاج واحد الكيلو ديال التمر، وعندي اللوز، وعندي الماء الزهر باش غادي نمسح هاد التمر هذا باش نحيدو منه الغبره، وحتى ديك اللمطه ديال المذاق ديال الماء الزهر في التمر كيجي زوين. صافي غادي نستمر بحال هكايا، من بعد غادي نحيد له النواه ديالو، وغادي نبدا نعمر فيه بالقرقاع وباللوز. الطريقه يعني راه حتى هي سهله ومبسطه باش غادي نشارك معكم. وصافي وغادي ندوزو باش غادي نشوفو الكادوات اللي جاوا للعروسه، اللي جاوها من المغرب، اللي صيفطوا ليها العائله الله يكثر خيرهم، ونكونوا معاهم ان شاء الله في الافراح كاملين يا ربي، وصحاباتها وكاع اللي كاع الناس اللي جابوا ليها الكادو تردوا ليهم ان شاء الله في سعه الخير. واللي بقى ما يسرش ليها الله، الله ييسر ليها، والله يجيب ليها شي ود الناس اللي تكمل مع حياتها ان شاء الله يا ربي يا كريم. ونخليكم دابا ان شاء الله كيف ما كتشوفوا، غدا نعمر التمر باللوز وبالقرقاع. وحده كندير فيها جوج لوزات، وحده كندير فيها النص ديال القرقاعه،
وباش غادي نزينو الطيفور ونوريكم النتيجة النهائية ديالو اللي كيجي جد رائع ومبسط. مهم كنقضيو باش مكان وكنخلقو الجو، وحنا واخا حنا في بلاد الغربة الحمد لله اننا كنحاولو ما امكن اننا نخلقو جو كيفما كتشوفو. هذا هو الطيفور ديالنا اللي كيجي جد رائع وكيجي مبسط والشكل ديالو جد رائع. ونخليكم مع الفيديو والتتمة، واللي عجبها ما تنساش. يا لالا وصلت على نجاح.